وانتي معنا اليوم دكتورة مريم فائق، ما نوضحوا للمستمعين الكرام شنو الفرق فيما يخص مثلا التجميل ديال الاسنان ما بين الهوليود مثلا سمايل وما بين الليفاسات، يعني شنو الفرق بيناتهم، وعلاش مثلا كنا شفنا بعض المشاهير او اللي لجؤوا مثلا التقنيه من التقنيات وما والماتهمش، يعني بدلات لهم يعني الوجه كيتبدل. نعم ايفيكتيفمون هو هذا السؤال، سي اون كيسيون تري بيرتينونت، سؤال مزيان، وانا كنت باغا زعما تطرحي هذا السؤال باش نوضح للناس الخلط اللي كاين. كيجيو دابا الناس كلشي الاغلبيه سي دي جون اللي كيطلبوا الهوليود سمايل. ديجا نوضح واحد النقطه، الهوليود سمايل راه مجرد سميه، راه في الجامعات ما كاينش شي حاجه كتدرس سميتها الهوليود سمايل. هي رجعت من هوليود، راه جات من هوليود، يعني من المشاهير اللي داروا واحد تجميل سنانهم ومشات لهوليود سمايل. كنقدروا نهضروا على ان سوغير استيتيك، ابتسامه جميله، جو سوي داكور. هوليود سمايل راه غير تسميه يعني باش الناس ما يديروش الخلط. بالنسبه لهاد الابتسامه الجميله كاين فيها يعني كيف قلت لك نقدروا نحصلوا عليها بعدة طرق، يا اما غنديروا ابتسامه جميله طبيعيه اللي هي تقويم، من بعد نتبعوها بالتبييض بالمراحل اللي شرحت قبيله. كاين الطريقه الاخرى اللي هي لي فاسيت. الوغ لي فاسيت كاين انواع، كاين ماشي كاين انواع، يعني باش نديروا ان سوغير استيتيك كيتسمى ارتيفيسيال، حيت فاش كنبردوا السنار كيتسمى ارتيفيسيال، كسوا بردناها شويه ولا بردناها بزاف راه كيتسمى سوغير ارتيفيسيال، ابتسامه اصطناعيه. الوغ ابتسامه اصطناعيه ممكن نحصلوا عليها عن طريق الكراون، لي كورون. لي كورون يعني كتبرد السنه كامله وكتجوا كتغلف، هو ما كتعرف عند العاميه بالجوا، كيقول لك بغيت ندير الجوا، بغيت نغلف، بغيت. الوغ هاد الجوا باش الناس ما يخلطوش، الجوا راه عنده لانديكاسيون ديالو، خص ديك السنه ولا ديك الدرسه يكون مقتول ليها العرق، عندها واحد لا ريزون، يعني واحد السبب مقنع باش اننا نجويوها، باش اننا نبردوها كامله، وهذا يعني كتكون لو ريسك انها تهرس، حيت ما كتبقاش فاش كيتحيد لها العرق ما كتبقاش ديك السنه حيه، كيكون لو ريسك ديال انها تهرس ولا. دابا كنديروا لي كورون. نوقفوا بعدا النقطه بالنقطه اللي سمحتي لي باش نوضحها للمستمعين دكتوره مريم فائق. الوقت اللي كنقتلوا داك العرق في السنه، يعني السنه صافي ماتت السنه طبيعة الحال، ماتت وكتولي راشيه، كيولي لو ريسك انها تهرس، حيت باش توصل السوسه انها تفوت لمرحله العاج ولا دونتين وتوصل العرق، يعني راه كلات بزاف من السنه. دونك هنا هذه هي لانديكاسيون اش كنديروا لي كورون، حيت كاين الناس كيقول لا انا سناني خارجين دير لي لي كورون، راه حرام سنه حيه ومزيانه وتقتلوها يعني. دونك في بعض الحالات كنديروا لي كورون باش نرونجيو لي ستيتيك الا كانوا هاد السنان القدام ايفيكتيفمون مقتول ليهم العرق. كاين الطريقه الثانيه اللي هي لي فاسيت او لي فاسيت او لي فينيرز. لي فينيرز او لي فاسيت واحد التقنيه ديال التلبسه، مي كتكون غير في التوجيه، يعني كنجو نغلفو غير الواجهه. في هذه الحاله السنه كتبقى حيه، ولكن ضروري كنحتاجو نحفرو، يعني ضروري كنموليو واحد شويه باش كنقدروا نديروا البلاصه فين غادي تجي ديك لا فاسيت. هاد التقنيه هادي كنعالجو بها جوستوم هاد التراكبات، مثلا كيجي شي واحد سنانو شي مراكب فوق شي ما بغاش يدير لي باغ، بغا اون سوليسيون دو رابيديتي، او لا مثلا كيكون شي شوفوشمون قليل، تراكب قليل، كيقول لك انا بغيت هذا، وكيكون سنان صفرين او لمسوس فيهم عمارات، يعني كانت سوسه وعمار وديك العمارات تبدل ليها اللون ديالها، هنا كنقدروا نبردوا غير الواجهه ديال السنه وكنحطوا عليهم لي فاسيت.